عقدت في القاهرة مؤخرا. افتتح محافظ الأقصر محطة الحليلة بمركز إسنا جنوب المحافظة ضمن خطة التنمية الصحية بمؤسسة مصر الخير. كما أعلنت مؤسسة مصر الخير توقيع بروتوكول تعاون جديد بين مؤسسة مصر الخير والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحية لتوفير مياه الشرب وأعمال الصرف الصحي في محافظات الجمهورية. وللمزيد في التقرير التالي. هو كان التحدي من شدة الأقصر إن الأربع محطات تمت العمل فيهم في توقيت واحد، فكان طبعا تحدي صعب للامانه. كانت الاربع محطات، المحطه النجاري عندي احنا بنحطها في الخطه فتاخذ 4 شهور احداث وتجديد. كان التحدي ان الاربع محطات خلصوا في توقيت واحد لمده 30 يوم شهر. احنا المحطه اللي احنا فيها النهارده بتخدم 45,000 مواطن، الاربع محطات بيخدموا 141,000 مواطن. زي ما حضرتك شايف المناطق اللي احنا موجودين فيها والقرى اللي احنا موجودين فيها من اهالينا اللي فعلا محتاجين ده. احنا كمان عندنا تجربة عملناها في سوهاج، كان عندنا 6 ابار بيخدموا 98,000 مواطن، الحمد لله خلصناهم. عندنا شغل شبكات الحمد لله عشان نوصل برضو المناطق المحرومة. احنا عملنا حوالي وصلنا ل 5000 متر شبكات نوصل للناس، غير بقى وصلات المياه العادية اللي احنا بنوصل بيها للبيوت يعني اللي محتاجينها.